ومن مقاطع الفيديو التي انتشرت ولاقت رواجاً على منصات التواصل الاجتماعي. مقطع فيديو يظهر من خلاله أحد سائقي المركبات الخصوصية في الموصل وهو يعيق مرور سيارة الإطفاء رغم إطلاق جهاز التنبيه مرتفع الصوت، إلا أن سائق السيارة لم يكترث. أثار المقطع غضب الآلاف من رواد السوشيال ميديا، كون فرق الدفاع المدني كان من الممكن أن تنقذ عائلة من حادث عرضي أو حريق نشب في أحد المحال التجارية أو غيرها من الحالات التي تستدعي تواجدها بأسرع وقت ممكن. برأيكم مثل هكذا تصرف هل هو متعمد أم أنه لا يبالي بما يحدث؟ أترككم مع الفيديو لتحكموا بنفسكم. شوفوا الموبايل، شوفوا